مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا وسلام للجميع. احنا حكينا عن أهمية الكريدت هيستوري وكيف إنك تضلك تعمل عليها تشييك وتعرف الكريدت سكور تبعك، وعملنا لقاء مع مستشار اسمه أحمد السقا، هو أعطانا كتير معلومات مفيدة جدا. وبنعرف إنه عشان تعمل هذا الكريدت سكور يوجوالي إذا تشترك فيه فهو عبارة عن اشتراك شهري تقريبا 25 دولار، سواء في ترانز يونيون او ايكوفاكس، في الشركتين المشهورات في هذا الموضوع. لكن انا جبت لكم اليوم طريقه انكم تعملوها فور فري، خاصه للقادمين الجدد. بتروحوا على محل اسمه كوسكو. كوسكو هو محل تجاري سوبر ماركت زي وول مارت والشغلات هاي، ببيع شغلات كتير كتير ممتازه. المشكله الوحيده فيه انه لازم تعمل فيه ممبرشيب، يعني لازم تشتري بطاقه ممبرشيب سعرها 60 دولار اذا بدكش ريفند، و120 دولار اذا بدك ريفند. 60 دولار بس بتدخليك تدخل، و120 دولار اذا بتشتري شغلات كتير بتصير تاخذ نسبه 1% على الشغلات اللي بتشتريها، ترجع لك باك اخر السنه. مثال، اذا انت بتشتري اكثر من 10000 دولار بالسنه من هذا المحل فبرجع لك 1000 دولار مثلا، وهلم مجر 100 دولار، سوري. المهم برجع لك 1% من اللي بتشتري. بس لما تدخلوا تعملوا هذا الكارت قولوا لهم بدنا نعمل الكريدت كارد تبعت كوسكو. اوكي، الكريدت كارد تبعت كوسكو مقدمة من بنك اسمه سيتي بنك، بنك مشهور. بعطيك كريدت كارد عادة راح يقبلوك ما دامك انت ممبر اوف كوسكو. بتطلع على الكريدت سكور، ممكن يرفضوك ممكن يقبلوك، عادة بيقبلوك وبسرعة الموضوع. اذا قبلوك بتصير عندك كرت واحد هو بتدخل فيه كوسكو وبتصير تشتري فيه كريدت كارد ماستر كارد عادي. بس الحلو فيه لما تشترك اونلاين فيه وتعمل بروفايل اونلاين بعطيك كل الديتيلز تبعتك والكريدت هيستوري تبعك كل شهر بشهره، يعني هو باكورد شهر بس على الاقل بعطيك تصور شو اللي عم بتسوي صح وشو اللي مش عم بتسوي صح. خليكم بهذا الفيديو اورجيكم شويه عن هذا الموضوع. طبعا هون البروفايل اونلاين زي ما انتم شايفين، اعذروني انا بس سكرت الحساب. تدخلوا على هذا اللي تحت بعطيك الكريدت سكور تبعك. اوكي، هذا مثال يعني هو مش لإلي لشخص اخر، بس anyway خلانا نستخدمه عشان هيك بنغطي الحساب. زي ما انتم شايفين عنده مثلا مبلغ كذا، قديش عنده الهيستوري، كل شيء في الديتيلز بعطيك اياه. هون الهيستوري تبعه في الفترة الماضية، وهون قديش انه هو ماخذ ستو هيستوريز وكريدت كارد. هاي برضه حسكرها معلش يعني لانه لازم تكون سكيور. بشكل عام هذا هو البرنامج بلاش وبتستخدمه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.